الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصحو القاهرة على ثورة ترضع الظلم وترد الحقوق إلى أصحابها، وينام المصريون جميعا ينعمون بالحرية، ينعمون بالاستقرار، ينعمون بالأمن. وحدهم يبقى المسلمون الجدد، هم من لا يزالون يعانون من الظلم ويعانون من الهوان ويعانون من ضياع الحقوق، كأن الثورة ما مرت على أبوابهم. اليوم معنا محنة جديدة من محن المسلمين الجدد، هؤلاء الذين كل جريمتهم أنهم اختاروا الإسلام دينا، أنهم تركوا الكفر وتركوا الشرك. هؤلاء ما نقموا منهم إلا أنهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى، فكان جزاؤهم أن يحرموا من كل ما ينعم به المصريين الآن، يحرموا من الأمن، يحرموا من الحرية، يحرموا من حقهم الطبيعي الموجود في كل دول العالم إن هم يختاروا معتقدهم ولا يتداخل أحد في ما بينهم وبين ربهم وما يدينون به من دين. اليوم معنا محنة أخت مسلمة جديدة، كل ما ذاقته من ألم ومن أذى ومن مرار سببه الوحيد أنها أسلمت، بل تخطى هذا الظلم فلم يعد قاصرا على هذه المسلمة المسكينة الجديدة، وإنما لحق بمن حاول أو مد لها يد العون في إسلامها. اليوم معنا الأخت أماني التي أسلمت وتزوجت من الأخ عماد. اليوم أيضا معنا أخو الأخ عماد عشان يشرح لنا ما حدث لهذا الشاب المصري المسلم الذي لم يكن له من ذنب إلا أنه رأى مسلمة جديدة فمد لها يد العون، فكان جزاؤه أنه الآن منذ قرابة يومين أو 3 أيام لا يزال في غياهب السجون، لا يعلم أحد ما مصيره، لا ندري لماذا تم القبض عليه، وكأن لا أحد لهؤلاء المسلمين في الدنيا العريضة يعاونهم، يئن لهم، يمد لهم يد المساعدة، لا أحد يشعر بمعاناته. اليوم معنا هذه أطراف هذه المأساة لنعرف سويا ونقف جميعا على ما حدث لهم، لعل وعسى أن يتحرك المسلمون أولا ثم يتحرك من بيدهم الأمر، ولا نعود نسكت على مثل هذه الجرائم التي كانت ما تحدث إلا في القرون الوسطى أو في عصر مبارك البائد. أخت أماني، إحنا عايزين نعرف من حضرتك قصتك وقصة إسلامك، وبعدين نبدأ نشوف الأخ عماد دخل إزاي في الخط. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي قبل الإسلام دينا كامل زكي، وبعد الإسلام بقى اسمي أماني كامل زكي. قصة إسلامي إن أنا كنت بحب أتفرج على قنوات الإسلامية، بحب أسمع قنوات دينية كتير، وكنت مواظبة على كده إن أنا بسمع للشيخ محمد حسان ولشيوخ تانية برضو كتير. كان ليا صحبات مسلمات كنت بحب أقعد وأتكلم معاهم كتير برضو. يعني من خلال مشاهدتك للقنوات الإسلامية، من خلال حديثك مع زمايلك، فكرت إن أنت تعتنق الإسلام؟ وعجبني في الإسلام مثلا احترامهم، خوفهم على بعضهم، لبسهم، عفتهم وطهارتهم بتبقى غير المسيحيين خالص. لبس المسيحيين معروف ان هو بيبقى لبس عاري، لكن لبس المسلمات بيبقى لبس محترم، لبس فيه عفة وطهارة غير المسيحيين. طيب يا اخت اماني، في اي حد اثر عليكي باي طريقة عشان تختاري الاسلام او عشان تتركي المسيحية؟ لا، انا دخلته بارادتي، يعني انا لجأت بعد ما خلاص بقى ان انا هاسلم. يعني انت اقتنعت بفكرة الاسلام لوحدك وخدت قرارك بنفسك؟ ايوه، اخدت القرار لوحدي من غير تأثير من حد. من غير تأثير من حد. لجأت العماد، فهو في الاول ما كانش راضي،
لجأت له مرة واتنين فرفض. عماد ابتداء، معلش الناس عايزه تعرف، إيه عماد كان جاركم؟ اه كان جارنا. كان جاركم، وانت طلبت منه ان هو يساعدك، طلبت منه يساعدني. يعني انت كنت خدت قرار الاسلام تماما وعايز حد يساعدك يعرفك ازاي تاخدي الخطوات، اه لجأت لعماد مره واتنين وتلاته ورفض. رفض ان هو يساعدك. اه بعد كده قلت له لو مش هتساعدني انا خلاص هروح اشوف حد يساعدني ويخليني اسلم ويمشي معايا في الموضوع دوت. فلما لقاني ان انا مصممه على اللي في دماغي وان انا هاسلم، فقرر ان هو يساعدني، ووقف جنبي وساعدني لغايه ما خلصت ورقي واشهرت اسلام الحمد لله. تمام. وكان عندك قد ايه سنك، قد ايه لما خلصتي ورقك، لما خدت قرار الاسلام وخلصتي ورقك سنك كان قد ايه؟ 19 سنة و يعني تجاوزتي شوية. سن ال 18 اللي هو السن اللي القانون بيقول ان تحت 18 سنه قاصر. اه وبقى ليك حق الحريه انك تروحي تنتخبي، ممكن تختاري رئيس الجمهوريه، مش هتختاري دينك يعني، ممكن تختاري عضو مجلس الشعب، القانون بيبيح لك ان انت بقيتي انسانه كامله وسوية. طب ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله ان واحده القانون اعطاها الحق ان هي تنتخب وتقول رايها واصبح رايها بيؤثر في الدوله، فهل يمكن، ايه اللي يمنعك ان انت تاخدي راي لنفسك، تاخدي قرار لنفسك؟ ما فيش حاجة تمنعني ان انا اختار ديني لنفسي، اختار كل حاجة بنفسي. طيب اشهرت اسلامك يوم كام؟ يوم 18/4 2011. 2011 18/4/2011. طيب ايه المشكلة بقى، ايه مشكلة عماد، بدأت المشكلة امتى بقى؟ بدأت المشكلة بعد ما اتجوزنا. بعد ما اتجوزنا ومشينا بدأت المشكلة ان هم رفعوا قضية واتهموه ان هو خطفني واعتدى عليا، وبعد كده قال لي يا تأسلمي الاول واتجوزك. انت اشهرت سنة يوم 18/4، اه وبعدين تزوجت من عماد، تزوجت يوم 17/5. يوم 17/5 يعني في حوالي شهر. شهر وتزوجت جواز شرعي قانوني شرعي مثبت عند مأذون وعند محامي وهكذا، صح؟ اه فعلا. دي صورة، دي صورة الإشرار الإسلام حضرتك والسينا دينا كامل زكي يوسف، والإشرار تم على وشهرتها إلى أماني كامل زكي. اه تمام. وده الفيش، وده دي وثيقة الزواج، الزواج وثيقة الزواج، التاريخ فعلا زي ما ايه، زي ما هي قالت عماد محمد حسن البحيري. طيب انت بلغت السن القانوني، اخترت دينك، ممكن تقولي تركت بيت اهلك يوم ايه؟ كان يوم الجمعة. كام؟ مش فاكرة كام؟ مش فاكرة. بعد 17/5؟ اه بعد 17/5. يعني انت هو خطفك مع انك كنت قاعده بيت اهلك؟ حوالي يوم 22/5. يعني دلوقتي الاخت اماني اشهرت يوم 18/4 وهي في بيت اهلها، فبالتالي واحده عايشه في بيت اهلها مفيش اي شبهه، مش ممكن حد ان هي مكرهه، وتزوجت الاخ عماد يوم 17/5 وهي قاعده برضه في بيت اهلها، فبالتالي بكامل ارادتها، وبعدين خرجت يوم 22/5 تركت البيت عشان تستقل بحياتها الشخصيه. فعملوا لك بعد كده، عملوا محضر ان عماد خطفك واغتصبك او اجبرك على الاسلام. ايوه فعلا. مين اللي عمل المحضر ده من اهلك؟ والدي. والدك. وبعدين ايه اللي حصل؟ الكلام ده لسه ما بقاش صح يعني، شايف ان الكلام ده، هل الكلام ده ليه صح يعني الكلام؟ هل ده ايه؟ ما هو طبعا مفيش حد بيقول يعني، هي كانت بتعمل الاجراءات دي وهي قاعده في بيت اهلها وسط ابوها وامها، هي هي هيخطفها فين ويجريها فين؟ طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ الا يعني امتى بدات المشاكل؟ حد جه سال عن عماد؟ جت حمله من الجيش وجم عند في البيت عند اهله وطلبوه، فاحنا لما قعدنا اول لما رحنا ما رحناش هناك، رحنا في مكان تاني، فلما راحوا وتهجموا على البيت بطريقة مش كويسة،
واتكلموا برضو هناك بطريقة مش مستحبة، برضو مش كويسة، وعملوا محضر ان هو خاطفني. فهو بعد كده راح يعمل محضر عدم تعرض، ان هو لو حصل اي حاجة يعيشوا في حياة مستقرة هو ومراته، يعيشوا حياة طبيعية، ان احنا نبقى عايشين في سعادة. لما راح يعمل محضر، راح يعمل محضر لقى معمول له محضر اصلا ضبط واحضار، ان هو لازم يبقى موجود. فجم خدوا وودوا القاهرة، بس واحنا دلوقتي مش عارفين عنه حاجة. يعني انت جوزك دلوقتي بسبب المحاضر الكيدية اللي حصلت واتهمته زورا ان هو خطفك واجبرك على الاسلام، جوزك الان محبوس عند الشرطة العسكرية في الجيش؟ اه فعلا. طيب في مكتب تحريات حضرتك؟ هو انا هعرف من حضرتك بقى الحاج، حضرتك اخو انا احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عاطف محمد حسن البهيري، موظف بكليه تربيه دمنهور جامعه الاسكندريه، كانت جامعه الاسكندريه سابقا اما حاليا جامعه دمنهور. بدايه انا سعدت اخو عماد، انا شقيق عماد اخوه الكبير. نعم. والحمد لله، يعني احنا متربيين في مكان ريفي، واهلنا مربينا تربيه سليمه لله الحمد، وعلمونا على التقاليد والمبادئ والقيم السليمة. وأخويا طبعا عشان خاطر طبعا ما فيش وظيفة له هنا في الحكومة، راح اشتغل في القاهرة جنب أختي، وربنا يسرنا الحال، جبنا له عربية وشغال عليها برضو في التجارة، تجارة البيض وتجارة السلع. ويعني كان مش عايش حياته زي أي شاب، يعني بيدور على أكل عيشه وببرز إنه يعيش منه. عماد عنده كم سنة؟ عماد سعادتك مواليد 82، يعني ما يقرب من 29 سنة. تمام. تبقى حضرتك. فطبعا كان أختي رخرة هناك في وش جارة مرات أخويا اللي هي أماني، كانت تبقى حضرتك. فطبعا يعني ما بينهم وما بيننا وبين أهل أماني علاقة طيبة جدا، يعني أنا ما زلت إن أنا نكن كل أدب وكل احترام لأخويا الكبير الأستاذ كامل، اتبال حضرتك النقيب كامل. وطبعا يعني العلاقة ما بيننا وبينهم طيبة. ففوجئت في يعني الجمعة اللي فاتت، اللي هي زي ما مرات أخويا تفضلت وقالت، إن أنا في اللي كان يوم أجازة عندي، ولقيت رسالة جياني في الغيط، كان عندي والمغزى يوم أجازة وبنعمل شوية شغل في أرضي، لقيت ابني جايني بيقول لي يا بابا ده عم عماد، عم فرحات اتصل اللي هو جوز اختي، وعم عماد ايه خد اماني ومشي. قلت له ازاي يا ابني؟ وفي ايه اماني مين وعمك عماد مين؟ قال لي عماد ده عمي اللي هو اخوك، واماني اللي هي ايه دينا اللي هي كانت جارت عمتي سعيد. تبقى حضرتك. فبناء على كده طبعا حاولت ان انا اتصل على تليفونات اخويا، فقال لي انا عاطف دلوقتي مراتي شايف ان هي انتوا مش هتقدروا تحموها، لان مراتي كانت قبل كده اسلمت، يعني كانت قبل كده على الدين المسيحيه واسلمت، وانا شايف ان انا خايف على مراتي وخايف على زوجتي، لان طبعا من حقي زي انت ما بتخاف على مراتك وبتخاف على عيالك وزوجتك، انا بخاف عليه. قلت له يا ابني تعالى. فطبعا برضه هو يعني هو كله كان خايف ان هو يجي بيها عند البيت، ويا ريته يعني، بس طبعا هو يعني لله يعني قدر الله ما شاء فعل. ففوجئت وانا في عملي يوم طبعا فين، على ما الولد جاني، خدت بال حضرتك، بعد ما جاني مقدم اتصل بيا مقدم على تليفون والدي اسم المقدم سعيد ابو موسى، قال لي انا في البيت عندك، وطبعا احنا اجراء روتيني بناخده. قلت له اجراء روتيني في ايه يا باشا؟ انا قال لي اخوك متهم ان هو خاطف دينا كامل. قلت له دينا ديت طبعا ديت ده اماني، مش دينا واماني، ديت ده اختي ومرات اخويا، اختي في الاسلام ومرات اخويا شقيقي اللي هو يعني ما فيش بعد منه. فما حصلش يا باشا الكلام ده. قال لي فعلا انا طلعت على الورق، كنت انا في الوقت ده لما علمت قلت له يا عماد طب ابعت لي صور بالورد على الاقل. فطبعا قلت له يا حاج ادي للباشا صور عشان يطلع على الورق ويشوف ان الورق او موقف اخويا سليم. فقال لي موقف اخوك سليم واحنا ما فيش مشكله خالص، وانا عايز اخوك يعني اخد منه شو كلمتين واقفل الايه
المحضر. يعني هو الضابط اللي كان قائد الحمل على البيت شاف الورقه وقال لك ان موقف اخوه. ايوه الكلمه في التليفون سعادتك المقدم سعيد ابو موسى وقال لي من التحريات العسكريه وقال لي ان الورق اخوك سليم واخوك سليم ما حدش يقدر يتكلم مع اخوك لان موقفه سليم 100%. خدت بال حضرتك؟ فكل ما هنالك احنا عايزينه يعني نتكلم معاه كلمتين ونقفل المحضر. قلت له يا باشا ما فيش مشكله اخويا ما فيش مشكله انا اخويا عادي يعني انا اجيبه لو فين وما عملت تعرفش ذنب. وبالفعل تاني يوم اخدت اخويا وطلعت بيه على قلت طبعا احنا تبع ايه فبسال يعني قالوا انت تبع المفروض ان البحيره تبع سين 3 نيابات اسكندريه. فجيت انا سين 3 نيابات اسكندريه وجبت معايا المحامي الاستاذ حمدي الفيومي وجيت سين 3 باخويا. ففوجئت بعد ما الراجل اللي بتاع الامن العسكري اللي على الامن اللي على البوابه فوجئت ان هو بيقول لي ايه يعني انت المفروض ان انت تجيبه تاشيره على الحاجه دي ده بيكلم المحامي. فقلت له ليه يعني؟ قال لي هو ده الاجراء الايه الرسمي اللي المفروض يتم. قلت له مفيش مشكله. وجيت طالع بقى على اساس ان انا طالع انا والمحامي وطالع باخويا. ففوجئت لقيته بايه واحد عسكري تاني معاه بيقول له ايه راح على ودنه كده وكلمه فما اعرفش كلمه قال له ايه. ففوجئت قال له لا تعالى سمحت يا استاذ استنى. قلت له ايه في ايه انت مش هنروح نجيبه تاشيره انا برضو يعني مش خاطر عليا كل الكلام ده خالص. فقال لي لا ده بس عماد بس هي كلمتين كده بس هناخد منه كلمتين هنا وايه وخلاص. فقلت له ماشي يا عم كلمتين عادي انت عايز من عماد اهو. فطبعا جيت ادخل ورا اخويا منعوني من الدخول قالوا لا انت ما تدخلش. فالمحامي دخل مع اخويا وفوجئت بعد منها بحوالي من ما يقرب من نص ساعه المحامي طلع ليه لوحده من غير اخويا. ايه فين اخويا استاذ حمدي؟ قال لي والله اخوك طبعا حجزوه جوه ومعمول له ضبط واحضار وبيقولوا بيدعوا عليه ان هو طبعا خاطف مراته والى اخره وطبعا ده يعني مش عارف اعمل ايه. فجيتني متصل على المقدم سعيد اللي هو مفترض ان هو اللي هيقابلني هناك يعني. فقال لي انا هبعت لك نقيب. فكان ليا زميل معايا في العمل كان مستني بره وكان في بالظروف اللي هو راح الجيش فيها في البيت عندي كان موجود بره فكان شاف المقدم سعيد انا ما كنتش شفته لانه كنت في عمل. فلقيته قال لي استاذ عاطف ده المقدم سعيد اللي دخل بالعربيه كانت عربيه ملاكي في 128. فاتصلت عليه قلت له يا باشا حتى الحمد لله حضرتك جوه بالله عليك تطمن. قال لي انا مش جوه. مين قال لك انا جوه؟ مع العلم زميلي اكد قال لي المقدم سعيد ابو موسى اللي كان موجود في البيت عندك انا شايفه هو ده اللي كان موجود وده اللي اتكلم ده اللي كان بيتكلم مع الحاج عندك ومع البيت واللي قام قلب البيت فوق وتحت بحجه ان هو بيدور على اخوي اللي هم اللي انا وديته لهم وانا اللي وديته لهم بدايه. فطبعا فضلوا طبعا على كده يساومونه يقولوا لي طب اخوك هيطلع المغرب اخوك هيطلع بالليل هيجي لك. فضلت مستني ما جاش اخوي. فتوجهت تاني يوم للقاهره بناء على الكلام اللي اتقال لي من المقدم سعيد قال لي ان اخوك هيروح سين 28 نيابات في الحي العاشر. فاخذت اخونا المحامي ورحت سين 28 نيابات بنسال على اخويا ما لقيتش اخويا. فجيتني متصل على النمره اللي هي كلمتني في الطريق لان كانت نمره كلمتني من الطريق نمره ارضي بس اول 02 عرفت ان هي في القاهره يعني. فبيقول لي انا عماد عندي هو ايه وانا مستنيك هنا وكده. قلت له ماشي انا جاي وتحت امرك. فطبعا جيت لقيت النمره اللي انا ضربت عليها بيقول لي لا ده انا مش عندك ده انا في حدايا القبه في مكتب تحريات حدايا القبه. قلت له يعني اخويا عندك يا باشا؟ قال لي اخويا عندي اخوك عندي وتعال. قلت له طب ماشي. قال المهم رحنا على حاله وصلنا عند حدايا القبه عند مكتب التحريات حدايا القبه كنا داخلين على صلاه الجمعه. فبضرب على التليفون لقيت التليفون مش بيدي جرس مش حد بيرد. سيبنا رساله انا والمحامي مع الاخ اللي هو على البوابه بتاع الامن قلنا له احنا بس بنصلي هنا وتبلغ يعني تقول له ان عاطف اخو عماد موجود بس بيصلي وهنصلي الجمعه وايه وهنقابل سعادته كده. فصلينا الجمعه بالفعل ورحنا بنسال على المقدم على الراجل الرتبه اللي هو موجود اللي كلمني من التليفون ده الارض ده. فقال لي ده مش موجود.
قلت له عم ده لسه مكلمني. ايوه سعادتك كان لسه مكلمني، ده الكلام ده كان قبل الصلاه مباشره. فقلت اضرب على التليفون، فضلت اضرب على التليفون سعادتك ما يقرب من 10 مرات، ولكن التليفون يدي جرس ومحدش بيرد. فقلت لاخونا المحامي، قلت له لا ما ينفعش الكلام ده، انا يعني كده ما اسيبش اخويا كده، انا لازم اروح النيابه واكتب بلاغ في النيابه باسمي ونقدمه في النيابه وحضرتك معايا. قال لي ما فيش مشكله. رحت النيابه، ففوجئت وانا في النيابه كتبنا الطلب وصوره الطلب سعادتك، برضو الطلب اللي انا كاتبه في النيابه سعادتك هنا اهوت بس سعادتك. فطبعا النيابه رئيس النيابه العسكريه منطقه شمال القاهره. بالظبط حضرتك. مقدم من عاطف محمد حسن البحيري. ايوه اللي هو انا سعادتك كنت بقى لحضرتك. فطبعا فوجئت بالعقيد اللي هو اللي اسمه العقيد ولاء، بيتصل بيقول لي انا تعالى. قلت له يا باشا ده حصل كده كده كده. قال لي تعالى لي في الوقت ده. انا بقى يعني ايه يعني كنت اتهرت من اللي انا فيه، يعني خوف على مرات اخوي وخوفي على اخوي والموقف اللي انا فيه يعني، وما بقترفش ذنب. انا شايف يعني قدام ربنا ويشهد الله عز وجل على هذا، ويمكن مرات اخويا شهدت بالكلام ده قدام حضراتكم، ان هي ما اقترفتش ذنب. يعني ايه ذنبه؟ ان هي ذنبها ان هي اسلمت واختارت دينا ديت، مش وهي قالت ان اخويا ما اجبرهاش على ان هي تعتنق الاسلام. ده شيء بقريت قناعتها اصلا. بالظبط كده سعادتك انت بالحضرتك. طبعا يعني مفروض ان هم دلوقتي مفروض ان هم يعيشوا بقى شهر عسل، مش مهددين زي ما بيحصل حاليا في الوقت الحالي. فيعني حصل لي لقيت نفسي جتني حاله اغماء، اخويا المحامي خدني وراح بي المستشفى في جنب المكان اللي احنا كنا فيه وركبوا لي محاليل. ففوجئت وانا هناك لقيت المقدم العقيد ولاده بيتصل بي، قال لي انت بقى ايه حكايتك؟ انت هتقعد بقى تجيبنا ورق؟ قلت له يا باشا في ايه ده انا بنموت. فقلت له خد يا استاذ حمدي كلمه ولا هو مش عارف. فقال استاذ حمدي اتفضل مشكورا كلمه، وقال له والله معلش ده الظروف حصلت لعاطف يعني ان حاجات في حاله الاغماء. فقال له خد عماد معاك. فطبعا اللي انا شايفه ان فيه ضغط على اخويا جامد في المكان اللي فيه، لان اخويا انا عارفه. طب عماد لما اتكلم قال ايه؟ قال اتكلم المحامي، قال له انا تعالى لي. قال له المحامي تعالى لي. انت بقى لحضرتك بس الولد انا حاسس في كلامه فيه ضغط، وفي يعني ربنا يجازي كل من يوقف ضد اخويا، لان اخويا ما اقترفش ذنب يعاقب به قدام ربنا ولا قانوني ورقه سليم سعادتك هنا اهوت. أدى إشهار الزوجة يوم 18/4 قبل ما يتجاوز أخويا بحوالي ما يقرب من شهر. قلت بس سعادتك أدى سعادتك برضو تاني أسيمة الزواج بتاعة أخويا ومرات أخوي. قلت بال حضرتك موجودة سعادتك هنا هي. قلت بال حضرتك أدي بطاقة مرات أخوي اللي هي سعادتك إيه أماني. خدت بال حضرتك يعني ما عملوش ذنب ويحاسب عليه قدام ربنا سعادتك. فطبعا راح له اخونا المحامي للعقيد ولاء، وطبعا كان منع ان هو يدخل لاخويا في البدايه، وتاني مره دخل له المحامي بيقول انا يعني كلمته كده يعني واستاذنته ان انا اخش ونتفاهمهم. فقال لي دخلت وقعدت معاهم، وطبعا مصر ان هو على تسليم مرات اخويا. ليه ازاي انا اسلم مرات اخويا؟ مرات اخوك لمين؟ اللي عايز ان انا اودي له مرات اخويا اللي هي اماني نوديها له هناك. بقول لي يا كده يذبح لك اخوك، يا اخوك مش هتشوفه تاني. يعني مين فيه منطق فيه دين فيه 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 انسان فيه يعني فيه ادميه بتقول كده؟ في قانون يقول كده؟ يعني الراجل ما تقترفش ذنب سعادتك، يعني ما تقترفش اي ذنب نهائي ومعاهم، يعني لدرجه ان اخويا بيديني الصور بتاعت الورق. قلت له لا يعني عايز ياخد هو الصور. قلت له لا خد الوصول معاك، اللي يفكروا ان الصور ديت يعني انت متلاعب بيها زي ما بيحصل. فبالفعل خد الصور الوصول كلها معاه، صور الورق اللي انا وريته لسعادتك ده عشان خاطر يثبت ان الراجل مش بريء ما غير مدان. فطبعا يعني ما استجابوش للكلام ده خالص، يعني هم كله ان نجيبوا البتاع. قلت انا فرطت، فاخويا ما فرطش في مرات اخويا بقى، يعني انا فعلا سلمت اخويا، وانا يعني انا حاسس بالذنب.
قسما بالله حاسس بالذنب ان انا ازاي يعني. بس انا يعني انا قلت ان احنا بعد ثوره 25 يناير خلاص بقى الامور يعني، يعني احنا خلاص عشنا في حريه. ولكن اللي انا شفته سعادتك لا لا مش كده خالص. يعني انا قعدت في ميدان التحرير في الثوره وشفت الجيش وشفت الشعب كانوا ايد واحده، وكنا بنهتف ونقول الشعب والجيش ايد واحده. ولكن اللي انا شفته مشكله اخويا غير كده خالص سعادتك. ان احنا مفروض نتعامل مع بعض بسلوك ارقى من كده عشان حتى نخرج البلد من الوضع اللي هي فيه. انما انت هتشدني من ايدي اللي توجعني، هنشدك من ايدك اللي توجعك. صحيح. انت بس سعادتك. فطبعا انا قلت لا انا ما اسلمهمش اللي ما اسلمش اخت اخويا، واي كمان اسلم مرات اخويا. مرات اخويا اختي، لاني اصبحت النهارده اختي في الاسلام. معلش ما عادش تنتمي للمسيحيين باي شكل، واللي هيجرب لها من المسيحيين قسما بالله ما هيكفيني فيها. يعني هي بالنسبه لي دلوقتي اغلى من اخويا، هي دلوقتي اغلى من اخويا، وبالذات عشان ظروف اخويا اللي هو فيها ديت لازم اقف جنب منها. ولازم عمري ان شاء الله ما نتخلى عنها باي سبب من الاسباب. وكلهم ان هم بيدعوا ربنا من فوق، بيدعوا ان احنا بنعملوا فيها وبنعذبينها، ويمكن سعادتك سمعتها بنفسك. قسما بالله ما حصل، وربي شهيد على كلامي وهو خير الشاهدين. وانا فهمت الكلام ده برضو للمسؤولين اللي هي كلمتني، والناس برضو ما بتستجيبش للكلام ده. هو كل عندهم ان هم يعني، انا شايف ان طبعا يعني اخويا برضو تاني، وفعلا هيفضل برضو اخويا الكبير النقيب كامل. يعني الراجل طبعا ضابط في الجيش مستجيب، اللي هو ابو سعادتك مرات اخويا، يعني طبعا بيستغل سلطاته ده واضح. انا قلت له، قلت له يا باشا طب اعرضوا اخويا للنيابه. يعني المفروض اخويا، طب انت بتقول جايني ضبط واخضار، خد اخويا سعادتك ووديه النيابه، وياك وكيل النيابه ده ويقول لي اخوك ده هو المفروض يتعدم، مفيش مشكله انا على راسي. خدت بال حضرتك؟ قال لك لا انا مش هوديه وهعمل فيه وهخلي فيه. طب ليه؟ ايوه يعني مين اللي قال كده؟ في منطق مين ودين وشرع مين؟ والجيش اللي احنا بنقول الجيش، يعني ما زلنا يعني بنتباهى بالجيش. لو قعدنا يعني انا في قلبي مجتمع جامعي، بقعد مع اساتذه جامعه خدت بال حضرتك، وبقعد مع اقل مستوى عندي الطالب الجامعي، يعني بنقول عمالين نقول في الجيش. يعني ساعات الطلبه عندي في الكليه يجوا يعملوا مظاهرات حزب، يا جماعه احنا مش عايزين نضيع اللي عمله الجيش، احنا عايزين نقف مع الجيش ونساعد الجيش. مش للدرجه دي بقى الجيش. يعني في موقف اخويا ده بصراحه يعني انا خذلني، يعني ما كنتش نتمنى ان يعني ان يكون دوره بالاسلوب اللي هو مش بيه. امال قبل 25 يناير طب احنا كنا بنقول عصر الفساد وعصر الظلم انتهى، طب نرجعوا فيه؟ ده احنا رجعنا اسوأ منه للاسف. فليه ليه ليه نتعامل مع بعض كده؟ هل مصر هتطلع بالوضع اللي بيحصل ده؟ هتطلع من اللي هي فيه بالوضع ده؟ مش ممكن. فين ربنا؟ فين ربنا؟ فين ربنا؟ انسان متجوز على سنه الله ورسوله، وادي ما يثبت، ادي سعادتك قسمت جوازه، وقبل منها سعادتك بشهر ادي الاشهار بتاع الزوجه ان هي اسلمت. الجريمه اللي اهلها، الجريمه ايوه سعادتك، والجريمه اللي عملتها ان هي اسلمت. لا اله الا الله، لا اله الا الله. صحيح والله، والله فعلا لا اله الا الله. ليه 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 كده سعادتك؟ يعني انا مش عارف، انا مش عارف. وانا بناشد كل مسؤول، انا بناشد النائب العام، وبناشد استاذنا الدكتور الفاضل عصام شرف، ربنا سبحانه وتعالى يعينه على المهمه اللي هو فيها، ان ليه يتدخل في مشكله اخويا ويشوف حل لمشكله اخويا. يعني قال كده، يعني احنا خايفين. احنا طبعا احنا عندنا، معلش يعني انا معلش مع احترامي ليك، انا راجل مثقف، انا عندي معلش ابن عمي راجل جاهل ممكن يتصرف تصرف انا ما نقدرش، معلش ما هيطلع من ايديا. فانا خايف سعادتك، يعني انا خايف من الموقف ان هو ياخد اكتر من حجمه. والبلد في الوقت اللي احنا فيه، يعني احنا بنقول يا رب يا مصر، يا رب يا مصر نطلعوا بيك يا مصر البر الامان. فمش وضع يعني اللي بيعمله ده. فانا بدخل الساده المسؤولين ابهاتني وحماه مصر والعاملين على 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 حفظ سلام مصر ووالدني القائد الاعلى والقدوه العليا لنا وابونا الفاضل المشير طنطاوي، ان هو يتدخل عشان المشكله ما تتفخمش اكتر من هذا. وسعادتك انا وريت لسعادتك الورق وشفت الورق، واديك سمحت مرات اخويا، وانا مرات اخويا دي في عيني قسما بالله انا افرط في اي حاجه في الدنيا ما عدا هي، لان انساني ما اخطئتش ما اذنبتش. انا لو اخويا جاني من غير الولد وقال لي ده انا كده، ده انا كنت اذبحه.
انما جانب ورق ومراته ورق رسمي انا اقول لها لا ما انتش بمرات اخويا طبعا مش ممكن. صحيح. طيب يا استاذ عاطف يعني الكلام واضح، كلام ما فيهوش اي غموض في الموقف. يعني هل نحن بصدد سياسة اخرى ظالمة وجائرة وطاغية من تسليم المسلمات الجدد الى الكنيسة مرة اخرى؟ لم يسكت المسلمون في ايام مبارك، ولن يسكت المسلمون بعد مبارك، ولن تجد مسلم على وجه هذه الارض يرضى بتسليم مسلمة مرة اخرى الى اهل دينها السابق التي تركته. طيب يا اماني، احنا عايزينك تبعت رسالة اولا لوالدك اللي كان سبب في حبس زوجك وبالاكاذيب والافتراء، وثانيا تبعت رسالة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة المسؤول عن ادارة شؤون البلاد الان. انا بقول لوالدي ان انا دخلت الاسلام بارادتي، وهو وعماد ما غصبنيش على حاجة، ودلوقتي انا عايشة مبسوطة، فهو مالوش ذنب ان هم ياخدوه، هو ما عملش جريمة ولا اي حاجة ان هو يتحبس عشانها، كل اللي عمله ان هو واقف جنبي عشان يساعدني، فما عملش حاجة تستحق عقاب، بالعكس ان هو خد ثواب على كده. فبقول له ان انا عايشة كويسة وبيعاملوني احسن معاملة ومبسوطة. اماني بكل صراحة بكل وضوح، انت عايزة تعيشي مع زوجك ولا عايزة ترجع لأهلك؟ لا طبعا عايزة اعيش مع زوجي، لو عايزة ارجع لأهلي ما كنتش سبت بيتهم الاول. وبقول برضو وانت على رأسنا حبيبتي، انت على رأسك ان شاء الله بفديكي بروحي، كلنا نفديك بروحنا، انت مش هتجينا واحنا نقول لك لا، ده انت على رأسنا ان شاء الله، ما نفرط فيك باي حال من الاحوال مهما كان ايه اللي يحصل. طيب دلوقتي رسالة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة بخصوص مشكلتك ومشكلة زوجك. بقول لهم ان ورقه كله سليم، ما فيهوش اي حاجه، والورق معاه دلوقتي، فالمفروض ان هم لما يشوفوا الورق يخرجوه، هو مش خاطفني ولا اي حاجه، الاصول الورق معاه، فكل حاجه قانونيه ماشيه قانوني، فمش من حقهم ان هم يحبسوه، مش من حقهم ان هو يفضل قاعد هناك. شافوا الورق وتاكدوا ان انا اسلمت بارادتي فخلاص، واتجوزت كمان فخلاص، المفروض يسيبوه، ما اذنبش في حاجه ان هم يخلوه هناك بس. كما قلنا ونكرر ونعيد في كل موقف وفي كل محنه وفي كل مأساة تحدث، لن يفرط مسلم، اي مسلم، في اي مسلمه جديده ايا كان ظروفها، ولن يسكت المسلمون على مثل هذا الضيم الذي يحدث، ونحن نربى بالقوات المسلحة انها تتورط في هذه الافعال التي لا يرضى بها اي ضمير انساني، ولا يرضى بها اي انسان، ولا يقرأ اي شريعة او قانون. ما حدث نتمنى ان يكون خطأ غير مقصود، ونتمنى ان يتدارك سريعا، ونتمنى ان يراعي المسؤولون واصحاب القرار مثل هذه الامور الحساسة جدا، والتي قد تشعل في البلد نار لا يمكن لاحد ان يطفئها. هذه القصة بكل وضوح، هذه الاوراق، هذه التفاصيل،
نضعها بين يدي المسلمون جميعا، نضعها بين يدي كل إنسان حر، كل إنسان يطالب بالحرية، كل إنسان مصري في مصر ما بعد الثورة. وكما قلنا لن تجد مسلما يرضى بتسليم مسلمة، لن يفرط زي ما سمعنا الأستاذ عاطف وقال أنا يعني فرطت في أخويا ولكني لا ولن أفرط في زوجة أخي وأختي في الإسلام، ونحن كذلك لا ولن نفرط في أختنا في الله سبحانه وتعالى. نتمنى أن احنا يعني نرى رد فعل سريع بعد كشف هذه المظلمة من القائمين على الأمر الآن في مصر. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.